السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو تحذير، نعم تحذير لك أنت، سواء كنت أب، سواء كنت أم، سواء كان عندك بيت تهتم فيهم ومسؤول عنهم، فهذا الفيديو موجه لك. في مادة جدا خطيرة وموجودة بكل بيت لازم نبتعد عنها، وهي السبب الرئيسي لأمراض العصر من سكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات. المادة هذه هي السكر الأبيض المكرر. أنت ممكن سمعت إنه السكر مضر، لكن ما أخذنا الموضوع بجدية أكثر. جماعة الخير، السكر الأبيض المكرر لازم نمتنع عنه تماماً ونمنعه من دخول بيوتنا. ليش؟ لأنه سبب رئيسي للأمراض المزمنة. دراسات كثيرة أثبتت بأن السكر الأبيض هو السبب الرئيسي لأمراض مزمنة منتشرة هذه الأيام، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام السرطانية. سواء كنت ملتزم بأي نظام، المفروض تمتنع عن السكر بشكل كامل، سواء كنت ملتزم بنظام الكيتو أو نظام اللو كارب أو الفيجيتيريان أو أي نظام صحي أنت تتبعه، يجب أن تمتنع عن السكر الأبيض. هذه أول خطوة صحية ممكن تتبعها. طب إيش البديل عن السكر الأبيض؟ هناك محليات حالاتها أكثر من السكر العادي 200 ضعف وآمنة جداً لصحة الجسم. طب إيش رأيكم نروح السوبر ماركت ونوريكم إيش المحليات المسموحة وتكون بديلة للسكر الأبيض المكرر؟ فيلا بينا. تعلمنا بنظام الكيتوجينيك دايت إنه نمتنع عن السكريات بشكل كامل، وهذا شيء إيجابي. وكمان تعلمنا كيف نختار المنتجات الموجودة بالأسواق بعناية، ونعرف إيش المكونات الضارة على الصحة والمكونات الغير مسموحة بالنظام. عشان كذا الحين راح نروح السوبر ماركت نوريكم كيف نختار المنتجات وكيف نقرأ المكونات. فيلا بينا. هذا القسم زي ما أنتوا شايفين المحليات أو بدائل السكر زي ما أنتوا شايفين، بس هل هي صحية ولا لا؟ خلينا نشوف. مثلا هذا المنتج يحتوي على ديكستروز وسبارتم، طبعا هذه الأشياء غير صحية أبدا بالنظام. مثل هذا المنتج كاندريل الأحمر، نشوف المكونات، راح نلقى لاكتوز وسبارتم. طبعا السبارتم ضار جدا على صحة الجسم، راح يأثر على البكتيريا النافعة داخل الجسم، راح يرفع من التهابات الجسم. وزي هذا المنتج مثلا مكتوب عليه زيرو كالوري، بس اذا جينا نقرا المكونات راح نلقى مكتوب عليه ديكستروز ومالتو ديكسترين. هذه المواد ضررها على الجسم اكثر من ضرر السكر المكرر. هذا المنتج ممكن يكون مقبول باستثناء السكرالوز وبودرة الذرة، الاهم انه لا يحتوي على ديكستروز ولا مالتو ديكسترين ولا على الاسبارتم. طبعا هذا المنتج معروف جدا، واذا جينا نقرا مكونات فهو خالي من المالتو ديكسترين والاسبارتم والديكستروز، فممكن يكون خيارك الصحي بدل السكر العادي باستثناء السكرالوز. المحليات التي تحتوي على الفركتوز أو سكر الفاكهة غير صحية أبدا، راح تزيد العرضة للإصابة بداء النقرس، وراح تزيد العرضة بالإصابة بتشمع الكبد. هذا المنتج على أساس أنه زيرو كالوري، بس إذا جينا قرينا بالمكونات نلقى مكتوب ديكستروز ومحلي اسبارتم. هذا النوعين غير مسموحين بالنظام وغير صحي ابدا. وهذا المحلي ايضا يحتوي على الاسبارتم. الاسبارتم يقضي على البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، هذا الشيء راح يرفع من التهابات الجسم وراح يزيد العرضة بالاصابة بالامراض المزمنة. وهذا ايضا يحتوي على المالتودكسترين ويحتوي على زيوت معالجة ضارة على الصحة. هذا المحلي مكتوب عليه ستيفيا. ستيفيا طبعا محلي طبيعي مسموح بالنظام، لكن إذا جينا نقرأ بالمكونات فهو خالي من الاسبارتم وخالي من المالتوديكستين وخالي من الديكستروز، فهذا خيار صحي ولكن ليس الأفضل. هذا المحلي مكتوب عليه ستيفيا، لكن إذا جينا نقرأ بالمكونات نلقى يحتوي على السايكروديكسترين، وهذه المادة غير مسموحة أبدا بالنظام، وهذا خيار غير صحي. أنا بصراحة ما أفضل المحليات الموجودة بالأسواق. ليش؟ لأن على الأغلب تحتوي على مكونات غير صحية مثل اسبارتم وسكرالوز ومالتوديكسترين، فعشان كذا لازم نختارها من متاجر مضمونة مثل متجر أي هير أو بعض المتاجر المهتمة بالأغذية العضوية الصحية زي المتجر اللي بنروح الحين.
هذه أحد المتاجر المهتمة بالأغذية العضوية الصحية. الحلو بهذا المتجر إنه جميع الأغذية هي أغذية عضوية من مكسرات وبذور ومصادر دهون، وعندهم أيضا محليات عضوية صحية خالية من الأسبارتم ومن الدكستروز مثل أورغانيك ستيفيا وأورغانيك إريثراتول. الشيء الحلو بالمتجر إنه عندهم زبدة المكسرات عضوية خالية من الزيوت النباتية المعالجة مثل زبدة اللوز وزبدة الفول السوداني وزبدة الكاجو. اللي حاب معلومات أكثر عن الكيتو عندهم قسم خاص للكتب اللي تهتم بالأنظمة الغذائية، وهذا الكتاب كتاب كيتو دايت للدكتور جوش أكس. بكذا نكون عرفنا مضار السكر ولازم نتجنبه بأي نظام، مو شرط بنظام الكيتوجينيك دايت، باللو كارب، بالنظام النباتي، بأي نظام لازم نمتنع عن السكر بشكل نهائي. وعرفنا كيف نختار المحليات المسموحة بالنظام، وعرفنا كيف نقرأ المكونات وإنها مسموحة وإنها خالية من أي مواد ضارة. فالمحليات اللي ممكن نتناولها مثل ستيفيا وإريثراتول وزايلتول، هذه المحليات راح تكون بديل السكر الأبيض المكرر الضار، لأنه دراسات كثيرة معتمدة أثبتت بأن السكر الأبيض المكرر سبب رئيسي للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية. فعشان كذا خيارك الصحي هو المحليات. هذه المحليات راح تكون بديلك الصحي بدل السكر المكرر، راح تسوي منها حلويات لذيذة وغير كذا صحية ما تضر على صحتك. بنهاية الفيديو إذا عجبك الموضوع أتمنى الضغط على زر الإعجاب، وإذا كان عندك أي سؤال ياليت تكتبها في التعليقات وإن شاء الله راح أرد عليها، وإذا ما كنت مشترك بالقناة فأتمنى أنك تشترك بالقناة عشان لا يفوتك أي جديد، وانتظرونا بالفيديوهات الجاية ويعطيكم ألف عافية.